فاكره حتى اللي آية لسه قايلاه في صعود وهبوط وحاجات كتيره مرت هو عليه. تعرفوا تجيبوا تواريخ كويسه قوي يعني. لا ده احنا مذاكرين مذاكرين، تضيف مهم بالنسبه لنا. الاول انت جراديويت من ايه؟ انا اتخرجت هندسه. ايه ده؟ مش بزنس حتى؟ لا لا لا، هندسه اتصالات. اكشلي اشتغلت كمهندس لمده اسبوعين. اسبوعين بحالهم؟ ليه جيت على نفسك قوي كده؟ يعني قعدت تدرس 5 سنين عشان تشتغل بيهم اسبوعين؟ بالظبط كده. يمكن اللي كان مهم فيها ان اللي اتعلمته كان طريقه التفكير. يعني كمهندس هي بتعلمك حاجات كتير قوي، ان ازاي تعرف تبص للمشكله وازاي تفكر هتحل ازاي. بس الحقيقه اشتغلت اسبوعين وبعد كده لقيت ان ما كانش عندي شغف في الشغلانه نفسها. طبعا يعني بقدر كل المهندسين الموجودين، بس يعني حسيت ان هو كان نفسي اتعامل مع الناس اكتر، وكان يعني كانت عجباني فكره التجاره اكتر. بس كملت برضو وانا بشتغل، وبدات في اول ما كانش اول، يمكن 7 8 شركه لما كنت اتخرجت. شركه بمعنى شركه يا عمر؟ شركه بمعنى شركه. برضو انا كنت عايش في امريكا ساعتها، ففكره انك تعمل شركه دي يعني كان بتبقى مش هقول سهله قد ما هي يعني بيبقى عندك الفكره والتاسيس بتاعها. ممكن يلاقيكم بياخد 4 5 اشهر في التفكير، و4 5 اشهر في التاسيس، وبعد كده بتقدر انت تبني وتمارس فيها. بس يمكن اللي بحبه في الفكره دي ان اولا بتقدر انك تتعلم وتفشل كتير. ثانيا، ويمكن الحاجه اللي هي بتبقى مهمه جدا وانت بتاسس الشركه، انك تلاحظ سريعا لو الفكره دي صح ولا غلط. ممكن تبقى فكره صح في وقت غلط، ممكن تبقى في الوقت الصح بس انت بتفكر فيها غلط. بس المهم ان الواحد ياخد قرار سريعا وتقول لا انا عملتها بس هي مش هتنفع، فلازم افكر تاني ولازم اغير تاني. ف يعني فكره ان الواحد ياخد القرار ده بسرعه يمكن مهمه. يعني يمكن من المشاكل اللي بنشوفها ان الواحد بيبقى متمسك في الفكره بتاعته، وبتبدا ان هي تبقى حته فخر بالنفس، ودي بتبقى حاجه خطر جدا يعني. فانصح يعني ان لازم تقلب على طول. لازم تقلب على طول لو عارف ان الفكره مش صح، لازم تقلب. طيب احنا هندخل في الابس اند داونز اللي حصلت لك، بس في حاجه ريماركبل جدا حصلت، ان تحول شركه صغيره او منصه صغيره، على فكره انا من وجهه نظري هي ما كانتش صغيره، سوق.com كانت حاجه كبيره. وكانت حاجه كبيره في المجتمع المصري لانها كانت طفره في الاونلاين شوبينج قوي. لكن التحول من سوق.com لامازون مصر ده حصل ازاي؟